عقب تضمن برنامج ساخر بث على قناة الشروق الجزائرية الرسمية تهجما واضحا على الشعب المغربي وعلى الملك محمد السادس، دان المجلس الوطني للصحافة وبشدة في بلاغ له هذا البرنامج الذي تضمن تعابير تحقيرية تحط من الكرامة ولا تمت بصلة لبرامج السخرية التي تكتفي بالتعليق والنقد دون الوصول إلى التحامل أو تشويه الصورة الشخصية والإساءة للشعوب. وسجل بلاغ للمجلس أن البرنامج استعمل عبارات قدحية في حق الملك محمد السادس، ثم احتقر الشعب المغربي وأشاد بشكل واضح بالحرب وهي كلها انتهاكات صارخة لأخلاقيات الصحافة، كما أنه هاجم كل اليهود وهي ممارسة ممنوعة في جل القوانين. المجلس حذر من مغبة السقوط في زرع الكراهية والحقد بين الشعوب، داعيا إلى الامتناع عن أي ردود أفعال مماثلة. كما وجه المجلس نداء إلى الصحفيين والإعلاميين في الجزائر بالابتعاد عن كل ما يمكن من أن يسيء لعلاقات الأخوة والصداقة بين الشعبين، ونبذ وعزل أولئك الذين يسعون إلى خلق أجواء التوتر والمواجهة وإثارة مشاعر الحقد والكراهية والعنف.